اسم حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، محاسب ابراهيم محي الدين في وزارة الصحة. هو في الحقيقة وضع البلد وضع مؤسف جدا، بداية من اول يوم 25 يناير لحد دلوقتي وضعها اسوأ من مكانة الاول. هو بص اقول لحضرتك حاجة، هو المفروض كان من الاول من يوم ما الرئيس المخلوع تنحى عن الرئاسة، تخلى عن الرئاسة، المفروض كان ايه اللي يتم؟ واحد يطلع كده راجل مصري يطلع كده ومعاه مجموعة 10-15 واحد ويعملوا لجنة، تخبر حضرتك معايا، ويعملوا لجنة ويروحوا على مسبيرو ويضم. احنا في الجديد دلوقتي، سيبك من اللي حصل، احنا ايه الجديد وعايز ايه؟ يا بيه الجديد ما فيش جديد، وضع البلد زي ما هو. المطلوب دلوقتي الناس اللي قتلت المتظاهرين في جمعة الغضب الاولى 28/1/2011، الناس دي تتحاكم وتتحاسب، مش يطلعوا براه، مش يبقى وظابط قاتل واحد كده عيانا بيانا. يعني في حضرتك في واحد هنا بيجي معانا، في واحد الكلام كتير يا جماعة، في واحد يجي معانا هنا حضرتك الظابط واقف قدامه كده حوالي بينه وبينه 2 متر وشايفه وعارفه، ضربه بالطلقة القلب في الناحية في الشمال، بس مش بالطرف قوي، الطلقة جت يمة القلب كده فخرمت هنا وطلعت من الناحية التانية. فالظابط الواد رفع عليه قضية، الظابط عرض عليه يا شقة في 6 اكتوبر، يا عربية 6000 جنيه في البنك، مقابل ان هو يتنازل عن حقه المدني في القضية. شوف حضرتك كل الظباط ديت طلعت براءة. هي بص هو دي سياسة بلد، يعني اما كل الظباط ديت يتشنوا او يتعدموا هيبقى ايه منظر الداخلية في البلد؟ هتزعل طبعا، بس ما ينفعش ان في ناس قاتلة الناس وتفضل بيننا. طب حضرتك فيعاد هيكلة وزارة الداخلية من اول وجديد، لان هي لها دور فعال وحيوي في البلد، لان هي اي واحد مجرم تاجر مخدرات قاتل سارق اي حاجة وزارة الداخلية هي المختصة بالايه؟ بالاشياء ديت. فدي حاجة. الحاجة الثانية دلوقتي حضرتك في اكتر حوالي 20 حزب، ده لحد دلوقتي 20 حزب، وفي حوالي 20 كمان زيهم متقدم لهم طلبات في لجنة الاحزاب السياسية ان هم يتعلموا احزاب سياسية. كل واحد عايز يمسك رئيس البلد. فهي البلد في الوضع الحالي في البلد واللي جاي بعد كده هيولع. ليه؟ لان هيبقى لها 100 رئيس، كل واحد عايز يمسك رئيس، الاخوان وحزب الوسط وحزب العمل. وجهة نظرك يعني ايه الخروج من مأزق؟ ايه الخروج؟ هو حل واحد حضرتك، ان الشعب كله جميع المحافظات 28 محافظة او 30 محافظة ان هم يتفقوا ويتحدوا ويختاروا لهم واحد، يختاروا لهم واحد بس ما يختلفوش عليه. وليكن بص حضرتك، هو الحاجة اللي في نقطة كده عايز اقولها، الحاجة الوحيدة اللي هتدوم وهتبقى باقية وما فيش اختلاف عليها ابدا هو القرآن والسنة. القرآن لو احنا عملنا بالقرآن والسنة ما فيش حد يختلف على كده، لان القرآن نظم العلاقة بين المسلم وغير المسلم، نظم العلاقة بين المسلم وغيره من المسلمين. فهو القرآن هو الحاجة الوحيدة، هنلف وهنختلف، طول ما فيه حاجة او حكم غير القرآن هنبقى مختلفين، والكلام دوت انا مسؤول عنه. طول ما فيه اي حكم غير القرآن هيبقى فيه اختلاف الى يوم القيامة، اما القرآن هو باقي لانه منهج من الله سبحانه وتعالى، وهو ده المنهج الباقي والتشريع الدائم واللي ما فيش اختلاف عليه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.